طول عمر الجبهة الشمال في نادي الزمالك بتكون الأبرز والأقوى في مدرسة الفن والهندسة. أحمد رمزي وطارق يحيى وطارق السيد وطارق السعيد وغيرهم تألقوا ولمعوا في الجنب ده، وكان محمد عبد الشافي آخر جيل الموهوبين. عبد الشافي صاحب المسيرة الهادية لكن المؤثرة. مع الزمالك توج بسبع بطولات، ومع المنتخب لحق جيل حسن شحاتة وكسب معاهم كأس الأمم 2010، وكان حلقة الوصل بين الجيل ده وجيل محمد صلاح اللي تأهل لكأس العالم 2018 ووصل لنهائي كأس الأمم في الجابون 2017. شيفو واحد من أبرز اللعيبة المصريين اللي احترفوا في السعودية وتوج بأربع بطولات مع أهل جدة، منهم ثلاثية الدوري والكاس والسوبر السعودي في موسم واحد، بطولة الدوري اللي عادت لأهل جدة بعد غياب 32 سنة عن منصات التتويج. بعيد عن الملعب في مواقف محدش ينساها لشيفو. الزمالك كان بيلعب المانيا سنة 2014، الزمالك مسيطر وكسبان 3-0، عبد الشافي سجل الجول الرابع، وقبل ما يحتفل راح لسامح علي حارس الفريق وزميله السابق في المحلة علشان يواسيه بعد ما استقبلت شباكه 4 أهداف. بعدها بشهر واحد كانت مباراة تليفونات بني سويف والزمالك كسب بنتيجة 2-1 بصعوبة. بعد 27 دقيقة كانت النتيجة 1-1، عبد الشافي استلم الكورة وموه بجسمه على إسلام إبراهيم لاعب بني سويف اللي ارتكز على رجله بشكل خاطئ عشان يتصاب بقطع في الرباط الصليبي. عبد الشافي وقتها خرج الكرة مباشرة برا الملعب وبكى بشدة لإحساسه بالذنب بعد إصابة منافسه واللي مالوش أصلاً أي دخل فيها. دايماً بنسمع عن المنافسة غير الحميدة بين اللاعبين في نفس المركز، بس الغريب إن كلمات الثناء تيجي بالمنافس مباشر، سيد معوض ظهير أيسر الأهلي ومنتخب مصر، يعني منافس لعبد الشافي سواء في اللعب على نفس المركز في المنتخب أو مواجهات القمة والبطولات. سيد معوض قال عنه لاعب يجبرك تحترمه وتحب تتعامل معاه وتنافسه لأنك لازم تكون في قمة مستواك عشان تقدر تلعب في وجوده. مسيرة عبد الشافي هادية بس مليانة بطولات وإنجازات، وقبل كل ده كسب احترام جميع منافسيه قبل جمهوره.